رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بمخرجات النسخة الرابعة من الملتقى الحكومي 2019 والذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومشيدا المجلس بنتائج الملتقى الحكومي وما تضمنه من مشاريع ومبادرات تدعم تطوير منظومة العمل الحكومي وترتقي به وتكفل البناء على ما تحقق من منجزات. من جانب آخر، قد أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في منتدى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل ناجح والذي عقد في نسخته الثانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومشيدا المجلس بمضامينها وبما احتوت عليه من دعوات ومبادرات تسهم في تطويع قضايا السلام والاستقرار في خدمة أغراض التنمية وتكريس القيم الضرورية لإحراز تقدم في التنمية المستدامة، مرحبا المجلس بالأصداء الإيجابية الطيبة لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي على ضوئها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 أبريل كيوم دولي للضمير العالمي. إلى ذلك، فقد عرض سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء مذكرة بتقرير تضمنت نتائج أعمال منتدى رؤى البحرين المذكور أعلى والاجتماعات والفعاليات واللقاءات التي عقدت على هامشه مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة. في إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوضع التنموي والخدمي الذي يلبي تطلعات المواطنين ويحقق رضاهم من الخدمات الحكومية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير وتلبية الاحتياجات والمطالب الخدمية والإسكانية والتعليمية والبلدية لأهالي قرية باربار والقرى المجاورة، وكلف سموه الوزراء المعنيين بزيارة تلك المناطق ورفع تقارير بشأن احتياجاتها. كما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تطوير شبكة الطرق الداخلية في القرى وتحسينها ومن بينها قريتا سماهيج والدير. فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية المسؤولة عن قطاعات الصحة والبلدية والتجارة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق التي يتسبب عدم التزام القائمين عليها بالاشتراطات الصحية والسلامة بالإضرار بصحة المواطن والمجتمع. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قرار ينظم عمل جهاز فض منازعات العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد استعراضه لتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأنه. ثانيا، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام الجاري 2019 والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي عاكست نتائجه استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي مدعوما بتنوع وقوة أداء القطاعات غير النفطية، حيث بينت مؤشرات الأداء أن الاقتصاد قد نمى بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.24 مليار دينار بحريني، وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.2% وبالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 0.8%. وأوضحت المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 8.7%، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 4%، فقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو وصلت إلى 3.4%،
كما عكست الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن مصرف بنك البحرين المركزي أن أداء قطاع المشروعات المالية نما بنسبة 2.6%، وبينت المؤشرات أن قطاع المشروعات المالية يعد من أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته 16.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.3%. ثالثا، بحث مجلس الوزراء تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار توجه الدولة لإيجاد المبادرات الأكثر فعالية والتي تشجع الاستثمار بكافة صوره وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وقد عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهم ملامح هذا التعديل، والذي تضمنه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. رابعا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروعي قرارين، الأول بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري، والثاني بشأن لائحة إجازة المرشدين البحرينيين وقائدي القاطرات في الموانئ البحرية، وذلك بعد العرض الذي قدمه بشأنهما سعادة وزير المواصلات والاتصالات. خامسا، وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على 3 اقتراحات برغبة، الأول بشأن أقساط الانتفاع من الوحدات الإسكانية في مجمع 909، والثاني بخصوص تعويض متضرري الأمطار، والثالث بشأن المرافق العامة بمدينة سلمان، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. وفي بند التقارير الوزارية، فقد عرض معالي وزير الخارجية نتائج المشاركة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات رفيعة المستوى، والتي عقدت خلالها أو أثناءها وباللقاءات التي تمت مع رؤساء الوفود، بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبالفعاليات التي نظمتها مملكة البحرين على هامش أعمال هذه الدورة.